كنيسة. يعني كلمة أؤمن اتحطت أيضا للكنيسة في حرف الواو. حرف الواو دوا يبقى بيعطف ما قبله على ما بعده، وبيخلي ما بعده تابع لما قبل. زي ما قلت أؤمن بالله الواحد، الله الآب، أؤمن بربنا يسوع المسيح، نعم نؤمن بالروح القدس، وبكنيسة واحدة. الواو ده معناه أؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. يبقى الغربة أن قانون الإيمان حوى 10 أفعال، خدنا النهاردة 5 منهم، في الحلقة القادمة نأخذ 5 أفعال الأخرى لكي تكتمل كل أفعال قانون الإيمان. قانون الإيمان عايز أقول كلمة أخيرة، اعتبره إما أنه هو موجز عن الإيمان أو صلاة مختصرة. ده يعتبر نص صلاة الشكر، ويعتبر تلت مزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، لكن يعتبر مش بس قانون موجز إيمان، ولكنه أيضا يعتبر صلاة مختصرة. عشان كده مفيش خدمة نبدأها قبل ما نعلن إيماننا بالله اللي احنا داخلين نكلمه موجود في قلوبنا بصورة قد ايه. فبنعلن هذا الإيمان قبل أن ندخل إلى الأقداس. بركة واضعي هذا القانون، 318 اللي اجتمعوا في نقيا، وال150 في القسطنطينية، وال200 بأفسس، بركتهم فلتشملنا ولتملأنا، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان ورده الدهور، آمين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن 10 أفعال وجدت في داخل قانون الإيمان، منها 5 أفعال نقول فيها نؤمن، وهناك 5 أخرى. وقانون الإيمان كم اكتظ وكم ازدحم بكلمة إيمان، لأنه قانون الإيمان. تكلمنا في الحلقة الماضية عن كلمة نؤمن التي ذكرت 5 مرات، نؤمن بإله واحد، ونؤمن بلاهوت الله الآب، ونؤمن بلاهوت الله الابن، ونؤمن بلاهوت الروح القدس، وأيضا نؤمن بالكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. في 5 تانيين عايزين ناخدهم النهاردة. ال5 دول بينقسموا تحت 3 أنواع. النوع الأول أفعال تعبدية، والنوع الثاني أفعال خلاصية، والنوع الثالث فعل آمين. الأفعال التعبدية 2 كلمات، نسجد ونمجد. الأفعال الخلاصية نعترف ننتظر. أما فعل أمين فهو الكلمة العامة التي توجد في كل اللغات ولها 3 معاني. تعال نتكلم في 5 دول النهاردة. أول حاجة الأفعال التعبدية، نسجد. السجود نوعين، في سجود للإكرام وهو ما يمكن أن يقوم به الإنسان للإنسان، أو ما يمكن أن يقوم به الإنسان لغير الإنسان أيضا، ولكن هناك سجود نوع واحد اللي هو سجود التعبد، وهذا لا يمكن أن يقدم لغير الله. طب احنا هنا بنقول نسجد، نسجد هنا يعني نعبد، نعبد الروح القدس.
وإذا أردنا أن نعبد الروح القدس نعبد الروح القدس بالروح القدس، لأن رب المجد في يوحنا 4:24 قال الذين يسجدون لله الآب بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ومعلمنا بولس الرسول بيقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا. يبقى هنا الروح القدس يسجد له، يعني الروح القدس المعبود. المسيح له المجد رفض حاجات كتيرة جدا، لكن ما رفضش أبدا السجود له. هقول لك زي إيه؟ يعني لما واحد قال له أيها المعلم الصالح، رفض هذا اللقب وقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. لما بطرس الرسول قال له حاشاك يا رب أن تصلب، رفض أيضا هذه المبادرة ورفض هذه العاطفة الجياشة اللي صدرت من بطرس، لأن بطرس ما كانش بيقول كده غير أنه هو خايف على المسيح، ما يرضلوش بكده. زي ما ناس دلوقتي بيقولوا الصليب بيخلي القادر مقدورا عليه. هبطرس كان عايش في المفهوم ده. فالمسيح رفض هذه الكلمة وادى لبطرس حتة درس. خدوا بطرس وخدوا كل التلاميذ، اسحب عني يا شيطان، انت معثرة لي لانك لا تهتم في مرى الله بل في مرى الناس. يبقى كوني أتصلب ده في مرى الله، كوني إن حاشاك يا رب ده في مرى الناس. لكن رب المجد مفيش مر أبدا سجد له ورفض هذا السجود. المجوس سجدوا له في طفولته، سجدوا له وقدموا هدايا ذهبا ولبانا ومرا. كان ممكن لهذا الطفل الرضيع الوليد الجديد ان هو يقوم من نومته ويقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه كده. الناموس بيقول للرب الهك تسجد اياه وحده تعبد، في تثنية 4 ومتى 4 ولوقا 4. لكن رب المجد قبل هذا السجود. لما تقابل مع المولود اعمى قال له اتؤمن بابن الله؟ قال له ابن الله مين هو وانا اؤمن بيه؟ انا ما عنديش مانع. قال له قد رايته اللي واقف قدامك. قال له هو انت؟ هو انت اللي عملت طين من التراب وطليت عيني وقلت لي روح اغتسل؟ انا في الوقت ده كنت اقدر اسمع صوتك، بصمه الصوت موجوده في ودني، لكن ما كنتش شفتك قبل كده. قال له أؤمن يا سيد وسجد له. كان ممكن أن رب المجد يرفض هذا السجود. أتى إلى المسيح شاب جاثيا. دايما لما حتى واحد يكلم واحد باحترام ممكن يقف قدامه متكتف كده، يعني يعمل إيديه كده، لكن ده ما وقفش قدامه متكتف، ده وقف على ركبته. لم يقف على كاحليه أو على قدميه، ولكنه وقف على ركبته وقال له ماذا أفعل كي أرث الحياة الأبدية؟ ما قالوش أنت بتعمل في نفسك كده ليه؟ طب يعني في إيه لما تسأل السؤال ده وأنت واقف على حيلك؟ ما تقف يا حبيبي وتقف منتصب وأنا أكلمك، وريني وشك كده. لكن الكتاب المقدس يقول عن هذا الشاب فنظر إليه يسوع وأحبه. يعني هنا رب المجد يقبل هذا السجود. التلاميذ لما المسيح قال للبحر أسكت وللريح ابكم واهدأ سجدوا له، ما كانش النتيجة أن المسيح لم يزجر هؤلاء التلاميذ وقال لهم مش تعملوا كده تاني. برضو لما جه يصعد سجدوا له.
يبقى دلوقتي رب المجد عمال يتقبل السجود في حاجات ما تقبلهاش، وصد ورد في حينه، لكن لما جت عند السجود كان بيتقبل السجود. فعشان كده بنقول نسجد له مع الآب والابن، يعني نسجد للابن مع الروح القدس والآب، نسجد للآب مع الابن والروح القدس، نسجد للكل. احنا في الكنيسة نقول نسبحك نباركك نخدمك ونسجد لك. الشميس يوعظ الشعب او ينبه الشعب قائلا اسجدوا لله بخوف ورعدة. يعني احنا عندنا في السجود حسب الطقس الكنسي ثلاث درجات. الدرجة الأولى يقول تاس كيف ألاس تو كيريو إكليناتي، يعني تطئوا رؤوسكم أمام الرب. يبقى الشعب واقف مطمئن الرأس، اللي بيطمئن الرأس بينتظر مواهب الله انها تغدق عليه ونعم ربنا تأتيه من علن. الخطوة التانية او المرحلة التانية في السجود ان احنا نسجد بالركبة بس، ودي موجودة في الطقس الكنسي في الصوم الكبير لما بنقول اكلينو من تغناطة، يعني نقف ونحني ركبنا. أنستو مين إكلينو مين تغناطة، ثم نقف ونحن ركبنا. كي أنستو مين إكلينو مين تغناطة، ثم وثم نقف ونحن ركبنا. دي مرحلة تانية في السجود. يبقى السجود تبدأ بالهامة والقامة وبعدين الركبة، في سجود كامل وتام. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. أسجدوا لله يا جميع ملائكته، كل الخليقة اللي موجود في السماء موجودة في السماء ساجدة. إحنا بيجي علينا وقت نسجد، لكن البشر الخليقة السمائية، آسف مش البشر، خليقة السمائية ساجدة بصفة دائمة، لكن احنا بنسجد احيانا. يبقى عشان كده اول تعبير من الافعال التعبدية ان احنا نسجد. احنا قلنا ان السجود ممكن يكون فيه نوعين، في سجود تاني اللي هو سجود الاكرام. لما يعقوب دخل على فرعون ملك مصر، ألم يقل الكتاب المقدس إنه سجد على رأس عصا؟ لما إبراهيم طلب من بني حث إن يدوله حقل عفرون الحثي لكي يكون مقبرة لسارة في المغارة، وقالوا له اتفضل خد المغارة وادفن ميتك، ألم يسجد إبراهيم لهؤلاء الناس؟ وإبراهيم ده كان إمام التوحيد في التاريخ كله. ده موسى النبي اللي جاب وصية للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، سجد لرجل وثني، وهذا الرجل الوثني كان حميه حماه اللي هو يثرون اللي هو أبو دبورة زوجته، كان حماه وكان كاهن بني مديان. أبي جايل امرأة النبال الكرملي مش سجدت لداود؟ سجدت لداود. صحيح لما القديس يوحنا سجد للملاك، الملاك قال له لا تفعل هذا، اسجد لله، أنا واحد مع عبيده، أنا عبد مثلك، لأنه هو كان بيفكر إن الملاك ده هو اللي بعت الرسائل دي كلها، هو الابن الكلمة، فقال له لا مش أنا، أنا عبد مثلك.
أنا عبد مثلك فنسجد له، بداية التعبد. طبعا مفيش عبادة من غير سجود، مفيش عبادة من غير صوم أبدا. يعني دلوقتي الناس اختصرت السجود إنها تقعد على الكنبة وتطاطي الرأس وتعتبر إن هي خلاص نفذت أوامر الشماس القائلة أسجدوا لله. لا، العبادة لازم يكون فيها سجود وركوع. احنا اللي علمنا العالم كله هذا الدرس كيف يغيب عنا، فعشان كده السجود هو جزء من العبادة. النفس الساجدة بتقول لصقت بالتراب نفسي فأحيني كرحمتك، زي ما جه في المزمور 118. الحاجة التانية في الأفعال التعبدية التمجيد. التمجيد احنا تعودنا ان احنا لما نقول تمجيد نقول تمجيد للقديسين، نمجد القديسين. طب والروح القدس؟ الروح القدس هو اللي بيمجدنا، لأن رب المجد قال ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويعطيكم. إذن كل المواهب، كل النعم اللي خدناها من المسيح كانت عن طريق الروح القدس. فالروح القدس بهذا المفعول أعطى التمجيد للمسيح، فنحن أيضا نمجده. وهنا التمجيد يكون أعطاء المجد. يبقى القديسون بياخدوا مننا التطويب، لكن الثالوث القدوس ياخد مننا التمجيد. عشان كده بنقول زوكساسي فيلا نثروبي، المجد لك يا محب البشر. وفي لحن مشهور يمكن موجود في كل الكنائس، زوكسا باتري كأيو كي أجيو ابن فماتي، المجد للآب والابن والروح القدس. هنا ممكن يكون التمجيد لفظي، ان احنا نقول نطلع من بقنا كلمة تمجيد. ربنا بيبقى مسكت كل الملائكة عشان بس احنا نتكلم، احنا ننطق، احنا نطلع حاجة من بقنا. واحنا لحد دلوقتي ما تكلمناش، نمجده ونمجد الاب ونمجد الابن. طبعا ده المسيح قال اعطيتهم المجد الذي انت قد اعطيتني، والان ايها الاب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تاسيس العالم. عندما قال رب المجد هذه الكلمه جاء صوت يقول مجدت وامجد ايضا. أنا مش لسه همجد، ده أنا مجدت وأمجد أيضا. دي الأفعال التعبدية، يعني كلمتين بس في 139 كلمة في قانون الإيمان. الكلمتين دول هم اللي فيهم تعبد. نسجد نمجد، نمجد بالفم ونسجد بالجسد كله، نحني له الهامة نحني له القامة. في كلمتين تانيين في قانون الإيمان، ده أفعال خلاصية، نعترف ننتظر، نعترف وننتظر. كلمة نعترف في اللغة القبطية بتبقى أو أون إيفول. تعرفوا الترجمة الحقيقية أو الترجمة الفعلية للكلمة دي معناها إيه؟ طلع اللي جوه بره. يعني انت امنت بقلبك واعترفت بفمك، زي ما قال الرسول بولس في رسالة روميا، ان امنت بقلبك واعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح خلصت. لان القلب يؤمن به والفم يعترف به للخلاص. يبقى هنا رب المجد كان بيستنى كلمة تطلع من البق. الرجل اللي كان موجود حارس للسجن قال لبولس الرسول ماذا أصنع؟ قالوا له آمن بالرب يسوع المسيح تخلص.
أنت وجميع أهل بيتك. الموضوع مش موضوع اللي في القلب في القلب، لكن لازم كمان اللسان يطلع حاجة، لازم اللسان يقول حاجة. عشان كده احنا في سر المعمودية بنخلي المعتمد يعترف، يعترف بالإيمان إذا كان طفل، ويعترف بأعماله السابقة للمعمودية إذا كان اللي هيتعمد ده رجل بالغ وكبير وعد عليه عمر طويل، ويقول أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس المحيي وقيامة الأجساد والواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. وبعدين أبونا يسأله 3 مرات آمنت أو آمنتي على ابنك أو على بنتك، ولابد أن يستمع منه 3 مرات آمنت. يبقى نعترف، كلمة نعترف، لما كلمة نعترف اللي هو سر الاعتراف، سر الاعتراف أنا بعترف باللي يخصني، لكن الاعتراف بالإيمان أنا بعترف باللي يخص ربنا. الاعتراف بالإيمان، فدي برضو فعل من الأفعال الخلاصية، إن احنا بنقول عن أسرار الكنيسة إن احنا نعترف بهذه الأسرار، نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. فعل التاني فعل ننتظر. كلمة ننتظر في اللغة القبطية تنجشت، وبعدين نحط عليها فعل مساعد اسمه ايفول. الترجمة الحرفية لكلمة جشت يعني يلتفت. عشان كده لما بنقول يا الله انظر إلينا ابنوتي جشت خارون، فكلمة جشت يعني يلتفت، يجذب الانتباه، لكن جشت ايفول يعني يستنى، ينتظر. فإحنا دلوقتي ننتظر قيامة الأموات، إحنا ما متناش، أنا وإنت بننتظر الموت، أنا وإنت بننتظر الموت، لكن مش منتظرين قيامة الأموات. من حق الميت هو اللي يقول ننتظر قيامة الأموات. هو أنا لسه مت عشان أنتظر القيامة اللي بعد الموت؟ فاحنا منتظرين الموت لكن هم منتظرين قيامة الأموات. طب وانا بقولها ليه؟ انا بقولها باسمه، بقولها بداله. مش احنا قلنا ان قانون الإيمان انت تردده ليس نيابة عن نفسك فقط، لان هو مش موضوع خاص بشخص، ولكن انت تتكلم عن الكل. وننتظر قيامة الأموات، يبقى أنا بنتظر الموت لكن الميت هو اللي بينتظر قيامة الأموات، لكن أنا بتكلم بلسانه هو، لأن ما عندناش حاجة اسمها ميت وواحد لسه عايش. إحنا كنيسة واحدة، زمان كانوا يفصلوا الكنيستين ويخلوا كنيسة فوق لرأسها المسيح وكنيسة تحت، لا، هي كنيسة واحدة، اللي فوق واللي تحت. فأنا أنتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين. نرجع لقلنا أفعال تعبدية نسجد نمجد، أفعال خلاصية نعترف ننتظر. نيجي لآخر فعل وعاشر فعل موجود في قانون الإيمان، فعل آمين، موجود في كل اللغات، في كلمات ما بتتغيرش لو ترجمت، زي كلمة هليلو يا، وزي كلمة آمين، دي موجودة في كل اللغات. ودلوقتي حاليا في ألحان موجودة في كل اللغات زي كرياليسون، ده انت لو حبيت انك انت تترجمها
ممكن واحد يقول لك يعني ايه الترجمة دي؟ تقول يعني كريا ليسون اصبحت معروفة. يبقى في حاجات اصبحت ثابتة تستطيع ان تراها في كل اللغات. طيب امين دي معناها ايه؟ طبعا انا ممكن اسمي واحد امين يعني هو اونست، انسان امين عنده امانة، فممكن اطلقها على البشر فبتبقى معناها الامانة. وزي ما قال المزمور اسكن الارض وارعى الامانة، ارعى الامانة. والامين في القليل امين في الكثير ايضا، زي ما جه في مثل الوزنات. وفي اليوم الأخير عندما سيدين الله الناس هيقول له كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. هذه كلمة أمين، لا دي كلمة أمين إذا أطلقت على البشر، لكن كنص كتابي كلمة أمين تعني ثلاث حاجات: حقا يكون، استجب. ممكن نقول مثلا امين 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 بموتك يا رب نبشر، معناها حقا 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 بموتك يا رب نبشر. انا ما اعتقدش ان مفيش واحد مسيحي مش حفظ الكلام ده، لكن مفيش مسيحي نفذ الكلام ده. يعني لما بنيجي للحن الجميل ده كل الكنيسة بتشترك. ممكن ألحان تانية بيلقوا العبء على الشمامسة هم اللي يقولوا، لكن في اللحن ده كل الكنيسة بتشترك. طب ما انت بكده بتضيف على نفسك عبئا، لأنك بتتعهد قدام ربنا انك انت تبشر بموت المسيح. هل قمت بهذا الأمر؟ فحقا حقا حقا أدي أمين. لما أبونا بيقول وشكر، شعب يقول أمين، وبارك، شعب يقول أمين، وكسر وقدس وأعطى، شعب يقول أمين. هنا كلمة أمين بمعنى فعلا حقا. فأنت كده بتؤمن على الكلام اللي الكاهن بيقوله. وخدوا بالكم أبونا ما بيكلمش الشعب إلا قليلا. لما مرة يقول لهم أين هي قلوبكم، ومرة يقول له سلام لجميعكم، لكن هو بيكلم الشماس يقول له اشليل، ما يقولش للشعب اشليل. أبونا بيقول للشماس اشليل صلي، والشماس يقول للناس للصلاة قفوا. ايه بي أبروس في كيس طاسبتي. يبقى هنا دلوقتي دي معنى أمين بمعنى حقا، وأمين بمعنى يكون. لما حد يصلي زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى، قال إن ما كانش يكون فاهم الكلام اللي أنت بتقوله كيف يقول أمين لصلاتك؟ يعني يا رب خلي الكلام ده يكون. وفي كلمة أمين يعني استجب، زي ما احنا بنقول أمين اس إيشوبي، استجب يا رب. يبقى قانون الإيمان بينتهي بكلمة أمين. أمين دي لما ينتهي بها حاجة يبقى اللي قبليها صلاة، يبقى اللي قبليها دي النصوص الليتورجية، دي عبادة. إذا قانون الإيمان مش هو مجرد موجز عن الإيمان، ولكنه أيضا عبارة عن عبادة أنا بقدمها لربنا. عايز أقول لربنا أنا شايفك كده وعارفك كده ومؤمن بيك كده، يبقى أنا بكلم ربنا. زمان كان آباء الكنيسة القدام ما يقولش للشماس أقف اقرأ الإنجيل، يقولوا صل الإنجيل. عشان كده تلاقي الكنيسة فيها منجليتين، منجلية بصة للغرب في اتجاه الناس، ومنجلية تانية بصة للشرق في اتجاه الهيكل. المنجلية اللي بصة للشرق دي عبادة،
بتقدم عبادة رغم ان دي قراءات. يبقى مفيش حاجة في الكنيسة اسمها قراءات، هي صحيح تعليم وهو قداس الموعوظين، لكن فيما نحن نعلم الناس نحن نقدمه كقربان لله الآب، نقدمه للمسيح.